مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. الرئيس عون لمجلس الوزراء: لا أنا ولا أنتم سبب الأزمة ولا يمكن السكوت عن الحملات. اجتماع مالي في بعبدة ودياب، تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في الأيام المقبلة. استرداد الدولة لقطاع الخلوي، قصة الإجراءات والتعيينات بالتفاصيل. عسكريو مجموعة الإنقاذ الوطني: لن نشارك في تحرك 6 حزيران. 50 إصابة جديدة بكورونا والتعبئة إلى 5 تموز. الثامنة إلى الربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع tv.com.lb وإذاعة صوت المدى. الوضع خطير صحيا، الوضع الخطير، فخمسون إصابة جديدة بكورونا دفعة واحدة تستدعي تشددا مستمرا في التزام إجراءات الوقاية، بعيدا عن مظاهر الاستخفاف التي عادت لتطل برأسها في الأيام الماضية. تربويا الوضع خطير، فمصير العام الدراسي المقبل في خطر إذا لم تتخذ الحكومة قرارين مهمين: الأول رفع موازنة الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، والثاني تخصيص مبلغ مالي لدعم المدارس الخاصة لتفادي إقفال بعضها. سياسيا الوضع خطير، فالحملات مستمرة على رئيس الجمهورية والحكم، ما استدعى اليوم موقفا حازما من الرئيس العماد ميشيل عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث توجه إلى رئيس الحكومة والوزراء قائلا: الجميع يعرف أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة، وما يحدث من استهداف أمر لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا. وأضاف: بالأمس أوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري، ليتابع: أنا أمارس صلاحياتي كاملة وأعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء. ودعا الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية. اقتصاديا وماليا الوضع خطير، فالمطلوب حركة حكومية أسرع وأكثر إنتاجية، خصوصا على مستوى توحيد الأرقام والتعيينات، مع تسجيل إيجابيتين لافتتين أعلن عنهما رئيس الحكومة اليوم، حيث أكد البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها، كاشفا أن من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حصول تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية. أما في موضوع تحرك السبت المقبل، وفيما لفت إعلان عسكريي مجموعة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة، فأكد رئيس الحكومة تأييده حق التظاهر وتفهم صرخة الناس، معربا في الوقت نفسه عن الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف الصرخة بالسياسة، فتتحول مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال. ودعا رئيس الحكومة إلى ممارسة الحق الديمقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع أخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي لا يزال ينتشر حتى اليوم.